الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامٍ يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في باب الحلم والأناة والرفق، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابيٌّ في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. وهذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى، فمنها أن الأعراب يكثر فيهم الجهل، وذلك لبعدهم عن العلم. والأعراب هم أهل البادية الذين يسكنونها. قال سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأعلم وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، وذلك لبعدهم. وأثنى الله عز وجل على طائفة من الأعراب، قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. ولكن لبعدهم عن العلم وعيشهم في البادية كانوا أقرب إلى الجهل من العلم، وكانوا أقرب إلى الجفاء من الحلم. فهذا الأعرابي عندما دخل المسجد جاء في الرواية الأخرى أنه دعا بهذا الدعاء: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا. وهو دعا بهذا الدعاء والله أعلم لما رأى من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لعدم علمه قال هذا الدعاء الذي حجر به واسعا، يعني حجر رحمة الله عز وجل عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تنحى ناحية في المسجد فبال، فأراد الصحابة أن يقعوا فيه لأنه فعل ذنباً ومعصيةً ومفسدةً، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من كريم خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، ومن حلمه وأناته ورفقه بالعباد. وهو كما قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن هنا استنبط العلماء رحمهم الله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تعارضت مفسدتان فإنه يؤخذ بأقل مفسدة. فهنا في هذه الحادثة حدثت مفسدتان: المفسدة الأولى هو بول الأعرابي في المسجد، ولا شك أن هذا أمر عظيم ومفسدة وتلويث للمسجد وإفساده على من يصلي فيه، فهذه مفسدة. المفسدة الثانية مفسدة نهي الأعرابي حال بوله عن البول، فإن هذا فيه مضرة عليه، فإن قطع البول حال البول سبب لمضرة الجسم. وأيضا لو توقف أو نهروه عن البول وتوقف عنه قد يقوم فزعا، وهذا يؤثر عليه بانتشار مثلا البول على ثيابه، وانتشار البول في أكثر من منطقة في المكان، وأيضا قد يسبب انكشاف عورته. فكل ذلك من المفاسد التي قدم النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة بوله في المسجد على هذه المفاسد. فهنا إذا تعارضت مفسدتان فإنه يؤخذ بأدناهما بأدنى هذه المفسدتين، وإذا تعارضت مصلحتان فإنه يقدم الأعلى. في المفسدة يقدم الأدنى، والمصلحة يقدم الأعلى، وهذه من قواعد الشريعة. والمصالح والمفاسد يقدرها العلماء الذين أعطوا ذكاءً وأعطوا علماً، يستطيعون أن يميزوا بين المصلحة والمفسدة، لأن مسألة المصلحة والمفسدة يعني يتكلم فيها اليوم كثير من ممن لا علم له بل لا عقل له، فتجده يقول هذه مصلحة وهذه مفسدة من غير علم ولا بينة. فمن أعظم أبواب الدين ومن أعظم أبواب العلم مسألة المصالح والمفاسد، لأن هذه مسألة عظيمة
لا يستطيع الإنسان أن يحكم فيها بمصلحة أو مفسدة إلا إذا كان عنده علم شرعي وعنده أصول الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقعوا فيه وقال دعوه، يعني دعوه يبول، انظر مفسدة، قال دعوه. ثم بيّن لهم ماذا يفعلوا، قال وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومن استفاد العلماء أن النجاسة إذا كانت على الأرض، على الأرض، فإنه يكفي أن يراق عليها الماء، يكفي أن يراق عليها الماء. أما إذا كانت في ثوب ونحو ذلك فإنه لا بد أن تعصر، أما في الأرض ففيه التيسير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريق عليه سجلا أو ذنوبا من ماء، وهذا يدل على أن إراقة الماء على هذه النجاسة تزيلها. وهذا في النجاسات السائلة، أما النجاسات التي لها جرم فلا بد من إزالة جرمها. ومن هذا الحديث وأمثاله قال جمهور أهل العلم أن النجاسات لا يزيلها إلا الماء، أن النجاسات لا يزيلها إلا الماء، فلا يطهر النجاسة إلا الماء على قول أكثر أهل العلم، إلا ما جاء الدليل باستثنائه كالاستجمار. أما غير ذلك فقالوا لا بد في التنجيف في التطهير من النجاسة لا بد فيه من الماء. وذهب بعض العلم إلى أن النجاسة تطهر بأي مطهر سواء كان من الماء أو من غير الماء. فمثل هذه الحادثة لو جاء رجل وبال في ناحية من الأرض مثلا وجاءت ريح مثلا وأبعدت هذه النجاسة، فهل نقول تطهر المكان أو لم يتطهر؟ على قول الجمهور أنه لا بد من الماء، ولكن الصواب في هذا أنه يتطهر بأي مطهر، والدليل الاستجمار، فالاستجمار يتطهر المرء به بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة، ولا شك أن الاستجمار مما يستدل به على أن النجاسة تزال بأي مزيل، ولكن الماء لا شك ولا ريب أنه أنقى وأطهر وأسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أريق عليه سجدا أو ذنوبا من ماء، لأن الماء أسرع في التطهير بلا شك ولا ريب، وهو أفضل ما يتطهر به، أفضل الطهور الماء، ولكن ليس معنى ذلك أن لا يتطهر بغير الماء. فهذه مسألة يعني تكلم عليها أهل العلم واستدلوا بهذا الحديث، فالجمهور أخذ بأنه لا تزال النجاسات إلا بالماء، وذهب بعض أهل العلم ومنهم يعني معاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن النجاسة تزال بأي مزيل سواء بالماء أو بغير الماء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وهذا الأصل في الشريعة، الأصل في شريعة الإسلام السماحة، والأصل فيها التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا هو الأصل في الشريعة. ولكن المشكلة الكبير أن الناس فهموا هذا فهما مغلوطا، فتجد الرجل يفعل المعصية ويقول الدين يسر، وهذا لا شك كلام خطير، كلام خطير جدا، يعني تفعل معصية من المعاصي ثم تنصع عنها وتقول الدين يسر. الدين يسر يعني هل يعني تريد أن تفهمنا أن الدين حل لك هذا؟ هذه معصية، فإذا قلت الدين يسر فأنت تحدى الله ورسوله. لو قلت يعني جزاك الله خيرا أو قلت مثل هذه الكلمات لكان خيرا لك، لكن أن تستدل بأن الدين يسر على فعلك للمعاصي فكأنك تقول أن الدين أباح المعاصي والذنوب. الدين يسر فيما أباح الله وفيما أحل الله. وكذلك إذا اضطر المرء كان وقع في يعني مجاعة أو ما وقع في مهلكة فأكل ميتة فهذا من يسر الشريعة،
قد فصل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا من يسر الشريعة، لكن لا يستدل بمثل هذه الأحاديث على فعل المعاصي، على فعل المعاصي والذنوب، وإنما المراد بالتيسير هي أحكام الشريعة، أن أحكام الشريعة جاءت ميسرة، جاءت ميسرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان جاء في الحديث ما خير بأمرين إلا اختار أيسرهما ثم انظر القيد، ما لم يكن إثما، ما لم يكن، ما لم يكن إثما. فلذلك لابد أن تفهم الأدلة الشرعية على الوجه الصحيح، وأن تفهم الشريعة كما أنزلها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا آخر البيان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. بهذا يتوقف هذا الدرس إلى بعد شهر رمضان، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياه ونحن في صحة وسلامة وسلاء وإيمان. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر المبارك، وأن يسلمنا له ويتسلم منا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.